السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكثير منكم بيتساءل عن توقف زيادة عدد المشتركين في القناة. ليه عداد المشتركين ثابت ما بيتغيرش؟ ليه التناقص وليه الثبات؟ احنا بنتكلم النهاردة عن استفسار الغالبية عن توقف زيادة عدد المشتركين في القناة. اكيد ده سؤال مهم، لكن الاهم هو ان انت تعرف ان اليوتيوب 2021 ده عام التحديثات. عام التحديثات اليوتيوب بيعمل فلترة لكل شيء، المشتركين، للمشاهدات، لكيفية حساب المشاهدات، لعدد المشتركين، المشتركين الحقيقيين، المشتركين الوهميين، المشتركين الفيك، المشتركين الغير متعاونين مع قناتك وغير متفاعلين وغير مرغوب فيهم. كل ده بيؤدي في الآخر لثبات عدد المشتركين. يلا نجاوب على السؤال ده. أولا لازم تعرف حضرتك إن في عدد مطلوب، عدد معين مطلوب مرتبط بعدد المشتركين في قناتك لإظهار الزيادة من عدمها في المشتركين على قناتك. الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده هتشوف حضرتك دلوقتي معايا. إن قلنا إن طريقة عرض المشتركين في القناة علنا بتختلف حسب عدد المشتركين في القناة، بمعنى ان قناتك لو اقل من 1000 مشترك في عدد معين مطلوب، او العدد المطلوب لزيادة المشتركين اللي هم علنا بيبقى مقترن بالقناة اللي هي 1000 اقل من 1000 مشترك، وهكذا اللي من 1000 ل 10000، واللي من 10000 الى 100000، واللي من 100000 لمليون، وهكذا. هتكلم على الامور دي والاستراتيجية دي تحديدا في اللي يخصنا او اللي يخص القنوات المبتدئة. نتكلم من اقل من 1000 مشترك الى 100000 مشترك. اول حاجة هي القنوات اللي اقل من 1000 مشترك، عشان يظهر او تظهر الزيادة عند حضرتك بالمشتركين الجدد عند حضرتك، يبقى في عدد مطلوب لتعديل المشتركين، تعديل العدد يعني علنا، وهو يعني جلب قناتك لمشترك واحد فقط. يعني كل ما يجي لك مشترك واحد جديد كل ما بيتغير عداد المشتركين في القناة عند حضرتك. ده بالنسبة للقنوات اللي هي أقل من 1000 مشترك. طيب القنوات اللي هي من 1000 مشترك إلى 10000 مشترك، في تحديد للعدد المطلوب لتعديل المشتركين في القناة علنا، كل 10 مشتركين جدد في القناة هيظهروا ويظهر العدد بالزيادة عند حضرتك في القناة. ده بالنسبة للقنوات اللي هي عدد المشتركين فيها من 10000، من 1000 إلى 10000 مشترك، كل 10 مشتركين جدد بيظهر الزيادة في عداد المشتركين. يبقى ده بالنسبة للقنوات اللي من 1000 إلى 10000 مشترك. طيب بالنسبة للقنوات اللي هي من 10000 مشترك إلى 100000 مشترك، العدد المطلوب لتعديل عدد المشتركين في القناة علنا في هذه الحالة هو كل 100 مشترك بيظهروا بالزيادة على عدد المشتركين في القناة. كل 100 مشترك بتظهر الزيادة في عدد المشتركين في هذه القناة اللي هي القنوات اللي من 10000 مشترك إلى 100000 مشترك. طب القنوات اللي هي من 100000 مشترك إلى مليون مشترك، في عدد مطلوب أيضا لتعديل عدد المشتركين في القناة علنا بمقدار 1000 مشترك جديد، يعني كل 1000 مشترك جديد يظهر العدد اللي هو 1000 ده زيادة على عدد المشتركين في القناة. ده كان الجزء اللي يهمنا أو يهم القنوات المبتدئة، هنكتفي به طبعا في من مليون لعشرة مليون، ومن عشرة مليون لمئة مليون، وهكذا. وده بتقترن كل عدد مشتركين في القناة بتقترن ظهور الزيادة المطلوب أو الزيادة اللي حدثت في عدد المشتركين بإيه؟ مقترنة، أو هي بتظهر حسب إيه؟ عدد المشتركين أصلا في القناة. تمام. لازم كمان حضراتكم تعرفوا ان عرض المشتركين بيكون للي هم اختاروا ان هم اشتراكاتهم تكون علني. في من بعض المشتركين بيختاروا اشتراكاتهم ان هي تكون خاصة، فما بيظهروش عند حضرتك في القناة،
ما بيظهروش عند حضراتكم في القناة. لو دخلت حضرتك على بيانات حول القناة في استوديو اليوتيوب وجيت على المشتركين الجدد ونزلت على عرض الكل، هتلاقيه جايب لحضرتك المشتركين. المشتركين دول اللي هم اختاروا ان هم تكون اشتراكاتهم علنية، اما الذين اختاروا ان اشتراكاتهم تكون خاصة فدول مش هيظهروا عند حضرتك في القناة، او المشتركين اللي هم غير مرغوب فيهم، اللي هم غير متفاعلين مع فيديوهات القناة، يبقى ما بيظهرش الا المشتركين اللي اختاروا اشتراكاتهم علنية فقط في استوديو اليوتيوب في صفحة بيانات حول القناة المشتركين الجدد. كمان لازم تعرف ان حضرتك ان الحصول على المشتركين لقناة حضرتك هو الشرط الاصعب على الاطلاق في ظل الفلترة اللي بيجريها اليوتيوب هذا العام، عام 2021. الكتير كان بيقول ان 4000 ساعة مشاهدة هما الشرط الاصعب، ولكن لا طبعا، انا من وجهة نظري في ظل التحديثات اللي بيجيها اليوتيوب الان، الحصول على 1000 مشترك هي الاصعب على الاطلاق، وليس 4000 ساعة مشاهدة. كمان لازم تعرف حضرتك ان التحديثات اليوتيوب اللي بيجريها 2021 ده الغرض منها هو حماية المنصة، منصة اليوتيوب، وتحقيق العدالة بين كافة الأطراف من منشئي المحتوى والمستخدمين والمعلنين أيضا. معلومة لحضرتك، اليوتيوب متوفر في حوالي 130 دولة حول العالم. كمان لازم تعرف حضرتك ان انت لابد وان تداوم على العمل دون اليأس والإحباط. احنا في مرحلة اختبار شديدة من اليوتيوب، بيحذف ساعات للبعض بس في اسباب وقلناها، بيحذف مشتركين وفي اسباب، والكثير دلوقتي بيتكلم عن اسباب حذف المشتركين، هي بتتلخص في ان المشتركين دول يا اما اشتراكات وهمية، اشتراكات غير فعالة، حتى لو كانوا اشخاص حقيقيين لكنهم غير متفاعلين بعد فترة اليوتيوب بيحذفهم. اللي اشتروا الاشتراكات تم حذف هذه الاشتراكات وتم اغلاق هذه القنوات. اكيد انا بطلب من الجميع ما تخليش الاحباط يتملك منك، هو حاجة واحدة فقط لغير على اليوتيوب مطلوبة من حضرتك وهي العمل. العمل على اليوتيوب بيحتاج الصبر والمثابرة، بيحتاج ان انت تستمر على المنصة دون انقطاع، ما تيأس، بيروح اشتراكات وبيجي اشتراكات، لكن الافضلية والدوام في الاخر، الدوام لله سبحانه وتعالى، الدوام للاخر في اليوتيوب للقنوات اللي هي مفيش يأس عندها، مفيش احباط، ومستمرة في العمل. اتمنى ان انا اكون قدمت لكم معلومة مفيدة في الفيديو. ما تنسناش باللايك والشير وتعليقاتكم، اكيد دعم لينا واشتراككم بالقناة. خالص تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.